أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز. معنا اليوم الأستاذ ركان الخضري من سوا أكاديمي. أهلا أستاذ ركان. تشرفت أكيد بحضوركم أكيد، ولنا الشرف بهذا اللقاء. شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ونتمنى بداية تعرفنا المزيد عنك وعن سوا أكاديمي. كيف كانت بداياتك مع سوا أكاديمي؟ طبعا بداياتي كانت بسوريا، شركة إنتاج ستورم للإنتاج الفني، كان فيها أعمال مهمة ابتداء من 2000 تقريبا، عم نحكي 2002. ثم انتقلنا لتأسيس إذاعة خاصة في سوريا فيوز اف ام، وبعدها كان في عندي محاولات لتحدي الرقم القياسي الخاص بجينيس بأطول برنامج إذاعي بالعالم، 83 ساعة بس متواصل. ومن ثم انتقلنا إلى دبي لتطوير الأعمال أكثر بما يتعلق بالمجال الإعلامي، وطبعا كانت الانطلاقة بسوا أكاديمي. أستاذ ركان، ممكن تخبرنا المزيد على اختصاصات سوا أكاديمي اللي بتقدمها للمتدربين اللي عندها؟ طبعا سوا أكاديمي بتضم عدة مجالات واختصاصات، وبتتميز بالتدريب على الإعلام المرئي والمسموع، والتدريب على التمثيل، والتدريب على الغناء والرقص، بالإضافة لموضوع التفتنا له من جديد اللي هو التدريب الخاص بالمحتوى الإعلامي للأطفال. لذلك سوا أكاديمي اعتمدت نظام يتعلق بقوة شخصية الشخص وكيف يتميز عن باقي الأشخاص. يعني في دورات هي دورات التمثيل اللي هي ممكن يكون عددها بين 10 و 15 شخص، عم ياخذ كل شخص موهوب فرصته ليكون مع نجم من نجوم الدراما في الوطن العربي. أما فيما يتعلق موضوع الإعلام فكان عنا أكثر من فكرة بهذا الموضوع. اللي بيتميز بهذا الموضوع الإعلامي هو الالتفات للشخص بحد ذاته. يعني دوراتنا الخاصة هي دورات private course، يعني كل شخص بيفوت هو بيقعد مع المدرب الخاص فيه ليتدرب بطريقة عملية وجها لوجه معه، أو عن طريق طبعا الأونلاين. اللي بيميز هذا الموضوع هو تفادي أي مشكلة صوتية أو إعلامية مع الشخص بحد ذاته، لأنه بيكون في مجموعة كبيرة من الأشخاص عم يكون تركيز على هدول الأشخاص بطريقة غير نافعة 100%. يعني مثل الشخص من الدورة هو ما بيعرف وين أخطائه وين مشاكله بحكم أنه الوقت ضيق. اللي بيميز سوا أكاديمي هو التنظيم بهذا الموضوع، اللي هي بهي الدورات اللي فاتت بنظام البرايفت كورس. جميل جدا. ورشة عمل مكثفة اللي حابب التحدي وحابب مغامرة. شو قلت لك كمان؟ والله ما دخلتي ما سألوني. فترة طويلة من 2011 ما عملت أي شيء له علاقة بالتدريس. بعمل لك ما بدي أصير معي، فعزك تحت رجلي ها؟ لسانك بتقصي قص؟ نبري كم للعشاء. هلأ أتيحت إلي الفرصة نكون بسوا أكاديمي دبي بورشة عمل مكثفة إن شاء الله. كسرت لي ظهري يا حزوم. ليش يا ربي؟ ليش يا ربي ليش؟ سوا لاحترافية المستوى. عبد المنعم عمايلي. أستاذ ركان، ممكن تخبرنا المزيد على التميز اللي تميزت فيه سوا أكاديمي من ناحية الاختصاصات الإعلامية اللي بتقدمها للمتدربين؟ هلأ سوا أكاديمي طبعاً تميزت بكتير أمور. مثل ما قلنا، أول شيء نجوم الدراما في الوطن العربي، نجوم الإعلام في الوطن العربي هن موجودين بسوا أكاديمي، هذا الشيء بيميزها. ثاني شيء بيميزها هو الثقافة والنوعية والفكر الخاص بسوا، بالإضافة طبعاً لطريقة التعامل مع المتدرب. يعني على مدار تقريبا 20 او 25 سنة من التدريب في مجال الإعلامي، فنحن اكتشفنا عدة فينا نقول طرق خاصة بالتدريس والتدريب لحتى نقدر نوصل المعلومة بشكل سهل وسلس للأشخاص اللي هن عندهم الموهبة أو الخامة الصوتية المناسبة. بالإضافة طبعا أنه نحن متبعين منهج هو منهج خاص فينا، ليس منهج مثلا مأخوذ من مؤسسة أو من شركة أو من فرد، لا، هو عبارة عن خبرات. هاي الخبرات كلها توجت لحتى تكون بسوا أكاديمي. يسعد أوقاتكم، أنا المخرج تامر أسحاق، رح نكون سوا بورشة عمل في دبي. هاي ورشة العمل بتتضمن ورشة إعداد ممثل وورشة إخراج، ولأول مرة رح تصير هاي القصة إنه نقدر نجمع ما بين إعداد ممثل وبين الإخراج. التفاصيل طبعاً رح نحكيها بوقتها، ما رح أحكي كتير ولا رح كتر حكي كتير هلا، لكن بدي لكم إنه المتميزين رح يكونوا معي ابتداء من هذا الموسم بأعمالي،
بالإضافة إنه رح نشتغل بشكل نظري وشكل عملي، يعني ممكن نصور شيء سوا لاحترافية مستوى تامر إسحاق. ورشة عمل مكثفة لكل حدا بيحب التميز وعنده روح التحدي وبنفس الوقت حابب يكون فنان بتميز. رح كون معكم أنا عبير شمس الدين بهاي الورشة، ورح نشتغل مع بعض شغلات كثير منحبها، ورح نكون نحن الأميز. بورشتنا كمان رح نحكي عن علاقة الفنان مع الكاميرا. على قد ما الفنان بيحب الكاميرا وبيعطيها، على قد ما الكاميرا بتحبه وبتعطيه، وهون فعلاً تكمن العلاقة الجميلة بين الفنان والمحيط يلي حواليه. ولا تنسوا أنه تكونوا كتار، لأنه مع بعضنا رح نقدر نحقق الحلم، الحلم الكبير يلي كلياتنا بنطمح له. ورشتنا اسمها سوا، وسوا رح تجمعنا كلياتنا سوا، سوا لاحترافية المستوى. عبير شمس الدين. مرحبا، أنا سهير صالح، رح كون معكم قريباً بورشة عمل مميزة وخاصة جداً لصالح سوا أكاديمي بدبي. الورشة خاصة بالأطفال حتى سن 18 سنة، رح تتضمن تمارين مكثفة من الوقوف أمام الكاميرا وكيفية صناعة الشخصية الكرتونية سوا لإحترافية المستوى. شكراً. انطرونا قريباً في دبي مع دراما رود وسوا أكاديمي بورشة عمل عن أنماط الشخصية. الأنماط لطالب التمثيل هي البوابة الأولى لتكوين الشخصية. ورشتنا بتتضمن عدة محاور: اختيار النمط، الدخول لمشكلة النمط وتحليلها، بناء النمط. دراما رود وسوا أكاديمي لاحترافية المستوى. لأصحاب المواهب ولصانعي أحلامهم بأنفسهم، سوا أكاديمي دبي ودراما رود بتقدم ورشة عمل سوبر كلاس رشا شربتجي أنماط الشخصية. أستاذ ركام، بعد النجاح اللي حققته وبعد الإنجازات الرائعة اللي وصلتوا لها، شو خططكم المستقبلية وشو الرؤية المستقبلية لسوا أكاديمي؟ طبعاً سوا أكاديمي هو حلم لا ينتهي، بدأ في الإمارات وسيبقى في الإمارات ولكن سينتشر عالمياً. طبعاً نحن عم نشتغل على أبليكيشن خاص بسوا أكاديمي للتدريب، رح يكون الأول من نوعه في العالم. فكرته حصرية كتير، رح تسمعوها قريباً، رح يكون أول إطلاق لها أكيد عبر منبركم الكريم. بالإضافة طبعاً سوا أكاديمي عندها حالياً فكر خاص اللي هي توظيف وتطوير فرص العمل الخاصة بالشباب الموهوبين في مجال الإعلام المرئي والمسموع بالإضافة للتمثيل والغناء. ومثل ما قلنا في شيء خاص كمان بالأطفال رح يكون كتير مهم. فنشاطات سوا أكاديمي رح تكون متميزة مثل ما قلنا، بحيث أنه المتدرب في سوا أكاديمي رح يكون له فرصة عمل مميزة في سوا اللي هي رح تكون أكثر من أكاديمية، ما فيني أقول لك أكثر من هيك حاليا. رائع جدا، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح وتوصل للعالمية يا رب. أستاذ ركان، كرائد أعمال موجود في دولة الإمارات، شو بتنصح أي حد عنده اهتمام يأسس عمله الخاص أو استثمار الخاص في دولة الإمارات؟ أكيد نصيحتي لكل شخص حابب يعمل بزنس أو عمل في الإمارات ما يقصر، فوراً يتوجه لدبي لحتى يبلش بإنشاء شركته الخاصة، لأنه التسهيلات الموجودة في دبي هي تسهيلات لا توصف. أكيد ممكن أحكي لكم عن تجربتي أنا الشخصية في المجال الإعلامي كإنشاء سوا أكاديمي. فعلا الموضوع ما استغرق وقت طويل أبدا، تم إنشاء الشركة بشكل سريع وأونلاين، ولذلك أنا تفاجأت بصراحة. يعني أنا ما توقعت أنه بهالسرعة أقدر بلش بنشاطي، وهذا أعطاني حافز أكثر، لأنه أنت وقت بتعيش في عصر السرعة وتشوف هذا الشيء فأنت مضطر أنك تواكب وتطور من ذاتك دائما، وكل يوم تتحدى حالك لحتى توصل لهدفك. بالنهاية أستاذ ركام، بدنا نعرف شو السر أنك اخترت دولة الإمارات وخصوصا دبي لتكون منصتك الأولى لإنشاء عملك الخاص. طبعا ولدت الفكرة نتيجة دولة الإمارات أو فرص اللي بتعطيها دولة الإمارات. من أول شيء الحب بتواجدك هون، بالإضافة طبعا للإنجازات الحلوة اللي هي بالإمارات اللي بتشجعك لتكون جزء منها، وطبعا الأمن والأمان الموجودين في دولة الإمارات والتنوع الهائل في الثقافات، فهذا بيعطيك حافز لحتى تتواجد وتأثبت جدارتك كشخص موجود في دولة الإمارات. طبعا بدي أشكر دولة الإمارات أنا بصورة شخصية أكيد، لأنه طبعا
طبعا الأشخاص الأوائل اللي حصلت على الإقامة الذهبية في دبي. بشكر أكيد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأكيد بدنا نشكر كلياتنا كمان حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نوجه لهم كل الشكر أكيد، وبنتمنى لهم دائما الصحة والتوفيق والنجاح. هذا اللي عم نشوفه أكيد هو جزء من نجاحات إن عم يشتغلوا لحتى يخلونا كل يوم نكون أقوى وأمتن، ونوصل فكر المواطن أو المواطن العربي فعلا ليوصل للعالم ويثبت لهم أن نحن فعلا موجودين وما نقل أبدا من أي ثقافة تانية. شكرا جزيلا أستاذ ركان، وبدنا نخبر جميع المشاهدين اللي عم بتابعونا كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع سوا أكاديمي. أكيد نحن موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستا باسم سوا أكاديمي دبي، طبعا بالإضافة لأرقام التواصل الموجودة أكيد على الشاشة عم تشوفوها كلكم، بالإضافة لموقعنا الخاص كمان الموجود على اللايف ستريمينج. شكرا جزيلا أستاذ ركان، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح، ونشكر جميع طاقم العمل في سوا أكاديمي. أكيد، وأنا بدي أشكر فريق العمل اللي هو دائما موجود معي يمكن خلف الكواليس، وهن ما شاء الله عنهم أشخاص فعلا متميزين، وجه لهم كل الشكر والتحية. شكرا جزيلا. شكرا لوقتك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.